شيء واحد أود أن أقول بأن أكد لكم تأكيد جزم بأن القانون سيطبق. القانون سيطبق على الكبير والصغير. لن يفلت أي واحد من تطبيق القانون. لا لا ولا تجزعوا. لا تجزعوا من تطبيق القانون. القانون قانون. الحمد لله. يعني ما 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 فيكم إن شاء الله واحد عم بخالف القانون، لكن هناك في من يخالف القانون وسيطبق عليه. إخواني شكرا لكم جميعا، شكرا للأخ عادل، شكرا لكل فرد هنا من الأخوة والعمام. لو قلت العمام يمكن يزعلون بعض الناس. ولا أبو عيسى، أبو عيسى شوية بيزعل عليه. فأهلا وسهلا فيكم، وأنا فخور فيكم وأحييكم، وأهلا وسهلا فيكم ومرحبا.